عندما يصل المسلم إلى مكة ماذا يصنع؟ مسلمان مكة شنسن دي أبددوش إيجان هوي بشميتر ست. الأصل أنه يبدأ أولا بأداء العمرة، يكمل العمرة. يبددو إيجان هوي عمرة حاجزكور كيشن ميوجيحان هويش. بعد هذا يحرص على أن يكثر من الصلاة في المسجد الحرام. عمرة زفي غجانا وج فلفن هويش نمز كودر إيجنم. مسجد الحرام دي. لأن الصلاة في المسجد الحرام أي صلاة تصليها في المسجد الحرام ولو نافلة ولو صلاة جنازة بمئة ألف صلاة ستجبما مسجد الحرام دي كعبر زد مسجد تم دي ست ودري نمزري فرز نمزري شتني بسابة نمزري شتني جنز نمزري شتني ست ودري نمزر منيش شجا خوخوي بسابة إلا أوقات النهي لا تصلي فيها نماز شبش مخنور شريعتهم جا نماز بش مخنور كاكوا زمان زاق وخراش إذا وجدت فرصة تصلي أو تطوف تكون بين الصلاة والطواف كل سبع أشواط تصلي ركعتين سنة الطواف ست شغوي وبثلن خويش نماز زربشن مقدرة مكام دي أبقى دقابزو طواف أركع بم يخرياغم بلقب كحنرا بلقب كحن وطواف مرة نمز مرة عراوز بثن خير بلا طواف بشخ قصجة تخذكو ركعتي سنة بشن خويش نعم فتكون على هذه العبادات أفضل أحيانا من قراءة القرآن من الصيام نعم يجي أنا مزمرة طواف مرة وبثن مي بسافر نخبة قرآن ويجو نجو يسم نخرة كوجة فأنت الآن تغتنم الفرصة لا تذهب إلى الأسواق لا تذهب إلى الأماكن بعض الناس يقول لك هناك أماكن للزيارة مكة تكون دائما في المسجد الحرام عراشي بزرخ موكو شبه غورخم بوكو ما فش شوشوا وشريعتم ديقا مغتغواخم شبه موكو زمان ومغقود مكة ديو تسوخجا نمزر شنو كودرو بشنويش